أحوجنا إلى إعمال العقل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والأمة الإسلامية. وتحت عنوان لعلكم تعقلون يتجدد لقائنا اليوم مع فضيلة العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي اللي وصل من المطار مباشرة للاستوديو عشان يكون مع حضراتكم. فأنا باسمكم وباسمي برحب جدا بفضيلتك. الحمد لله على السلامة. سلامكم الله. أهلا. نورت مصر. بارك الله فيك. ومشتاق لحضرتك جدا. ونعرف بأهل والله وربنا ينفع بيك دايما وتأتي عنكم. دايما ورب إن شاء الله دايما تأتي بالخير دايما إن شاء الله. الله أنت على سلامتك يعني ورزقك الله عافية الأبدان وأبدان العافية. الله يسلم حضرتك ويعني بنشكرك جدا على هذه الإطلالة. واسمحوا لي في البداية عايز أقول لكم خبر سعيد قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة. وأي سؤال لحضراتكم ممكن تبعتوه لنا على الفيسبوك هنعرضه على فضيلته حالا. الخبر السعيد إن شاء الله إن احنا هيكون في إطلالة يومية خلال شهر رمضان المعظم بإذن الله. إطلالة يومية من فضيلة العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي مع العبد الفقير إلى الله. إن شاء الله هستضيف فضيلته كل يوم في لقاء في برنامج جديد حيوزع من أول يوم رمضان اسمه أهل الحكمة. مظبوط يا مولانا؟ إن شاء الله بحول الله ربنا يجعلنا من هذا من هؤلاء الأهل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وأنا حبيت أقول أزف في هذا الخبر لمشاهدينا ومحبين الدكتور عمر عبد الكافي إن هيكون في برنامجنا في رمضان السنة دي إن شاء الله هيكون أهل الحكمة مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي أنا هتشرف إن أنا أحاوره في هذا البرنامج في هذه الإطلالة. هيكون 30 حلقة يوزع يوميا على شاشة قناة المحور. عايز أرجع لعنوان الفقرة ولعلكم تعقلون. السؤال اللي عايز أطرحه على فضلتك, هل الإنسان هو المخلوق العاقل الوحيد؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, يبدو أن العقل هو الأمانة التي كلف بها الإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى. وعرضت مسألة العقل هذه, وهذا رأي كثير من أهل التفسير وأهل العلم, على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. لأن العقل يعني حتى في مدلول اللغوي يعني هو أن تعقد الدابة فلا تنفلت, هي من العقال. فإذا عقل الإنسان شيئا فإنما ضبط يعني حركته بعيدا عن الانفلات. فكان العقل موجود ليضبط حركة الإنسان في الحياة حتى لا ينفلت ليؤذي غيره ويؤذي نفسه. حتى جمع يعني يقول ربنا إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى لهم أصحاب العقول. ليه يسموه النهى؟ لأنه ينهى الإنسان عن كل شيء يضر به أو يضر بغيره. إن في ذلك لقسم لذي حجر. حجر أيضا عقل, لأنه يحجر الإنسان بعيدا عن التردي أو بعيدا عن مهاوي الردى أو بعيدا عن الانفلات. العقل هو يعني مناط تكريم ابن آدم يعني أو تميزه عن بقية المخلوقات. كل المخلوقات لها يعني حواس إدراكية تصل إلى مسألة الإدراك. يعني مثلا أرقاها مثلا يكون إيه عزك الله القرد الشمبانزي تفكيره يصل إلى طفل عنده 5 سنوات أو إدراكه. أنا أقول تفكيره إدراكه. لكن العقل الإنساني بهذه المليارات من الخلايا وقضية تحكمه في جوارح الإنسان وتصرفاته, يبدو أن وجود العقل داخل هذا الإنسان هو الذي بوأه هذه المكانة حتى أمر الله الملائكة أن تسجد له. وحقيقة الأمر أن الملائكة لم تكن مستفشرة بهذا المخلوق من البداية, ويبدو عدم استفشارها كان يعني كان صحيحا في موقعه. يعني اذا اطلعنا الان على طريقه تعاملنا سويا رغم وجود منهج, اصلا مش موجود منهج, انا ساقول لواحد يعني انا اقيس بالشبر وانت تقيس بالمتر ونخبط في بعض. لكن طالما فيه منهج تركتم فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا, كتاب الله وسنتي. بس احنا ما تمسكناش. يعني انا ادعي وازعم ان ابا جهل وان ابا لهب كان من اهل الذكاء بمكان. وطبعا نحن لا نقر الكفر ولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى
وجوده في مكة 13 سنة لم يأمر عمه أبا لهب ولا ابن عم أبيه أبو جهل أن يصلي أو أن يصوم وأن يزكي وأن يحج وأن يجاهد وأن يتصدق. لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طب إيه اللي منع؟ يعني هي كلمة وإذا قالها خلاص دخل في يعني أنت غير مكلف بالتنقيب عما في قلوب عما في داخل الناس ولا استكشاف نواياهم. فالأغرب من الخيال أن أبا لهب وأبا جهل وأمثالهم رفضوا قول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه فهم أن لها مقتضيات معينة هو لن يطبقها. نحن قلناها وما طبقنا مقتضياتها. يعني أنا أقول لا إله إلا الله وأخاف من الغد، ليه؟ لا إله إلا الله مش حقيقة لأننا في معية الله. أخاف من أن يفوتني الرزق، يبقى مش مقتنع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أن الله عز وجل أمرني أقول لا إله إلا الله، فبالتالي ليها دواعي أن أصلي. طب الصلاة تعمل إيه؟ تمنع عن تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب إذا كان كل أنا منكر وكل بغي على عمرو وغيره وغيره وغيره، ومن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يبقى إذن فنفس القضية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أين التزكية التي حدثت لواحد منا عندما أخرج زكاة ماله؟ لماذا وصل الصحابة أن تزلزلت الأرض على عهد عمر فضربها بعصاه وقال اسكني بإذن الله فسكنت، ثم قال اللهم لا تجعل عذاب أمة محمد على يد عمر. إيه اللي أوصل هذا الإنسان أن يتناغم مع الكون فبإذن الله يسمع الكون كلامه؟ ليه؟ لأنه إنسان ربنا سبحانه لما أعطاه العقل استخدمه في مكانه، فلما استخدمه في مكانه يصل الأمر بالعلاء بن الحضرمي وهو قائد الجيش أن يعبر نهرا وما فيش تسد ولا غيره كشف ده في الحسبان، فعبر كما يعني استبشر عندما سمع من قبل من سنوات أن طائفة من أمة محمد سوف تعبر على يعني على صفحة الماء كما يسيرون على اليابس. هو مش خد الحديث ومش، فالجيش تبعه وقع منه كوز ماء في النهر فترك العبور ونزل يجيب الكوز، لان الكوز مره شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والجيش يساعده في البحث عن الكوز، دخل النهر والعدو على الناحيه الثانيه. اي ثقه هذه واي عقل كبير هذا اوصلهم الى هذا الامر؟ ان عثمان وهو يقرا في المصحف لما ضربوا المجرم جهجاه الغفاري طارت اول نقطه وقعت على الايه 137 في سوره البقره فسيخفيكهم الله وهو السميع العليم. ايه التوافق الكوني؟ لان الصحابه كانوا يمثلون يعني اذا جاز التعبير يعني وانا كنت اسمع الحلقه الجزء قبل الماضي تكلموا عن الثقافه والفن، ان بايقاع ان الصحابي كان جزء من جوقه المسبحين داخل هذا الكون المسبح. يعني الصحابي والتابعين ما كانوش نغمة نشاز في الكون، لما وانما كانوا يعني حتى قال ابن مسعود لما سالوه يعني لكل شيء كل شيء يسبح ابن مسعود، فلماذا لا نسمع؟ يعني سمع ابو بكر ومن قبله سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى، قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. فاذا كله بيسبح، فهو من ضمن المسبحين، هو عضو في الفرقه اللي هي فرقة التوحيد. فنستطيع أن نقول أن لتكريم ابن آدم وجود العقل عنده يعني قضية التكليف بالأمر والنهي، السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، احنا مش عايزين تكليف، تقول لو فعلت كذا أخذ ثواب ولو لم تفعل أخذ عقاب، قالوا لا أتينا طائعين طواعية دون إيه؟ دون تكليفات. الإنسان لأنه اعظم يعني زي ابن القيم يقول ايه، يقول ان ربنا جهز قبل وجود ادم كان موجود الجن والملائكه والاشجار والانهار والاطيار والبحار والانهار، كانما جهز المسكن قبل وصول الساكن. زي ام العروس لما العروس قبل بنتها ما تروح على البيت بتاعها تعمل لها ايه؟ ترتب لها مش عارف الدواليب ايه وتفرج ايه ويحطوا الثريات والنجف يحطوا الفازات، ليه؟ تجهيز المكان قبل ان ياتي العريس. فكان ابن ادم ده هو عرس الارض ولكن بعقله، واي عقل يسير بعيدا عن المنهج
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الأعراب البسيط جلس في ظل الشجرة فوجد يعني المكان بتاع الخف البعير على الرمل له أثر، ووجد أعزك الله البعر بتاع البعير، فقال وهو رجل يعني لم تصله رسالة من قبل: البعرة تدل على البعير، وأقدام السير تدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهي قضية أن يترك العقل لنفسه ملكة التفكير. ولذلك الجماعة الجن بعد كده وألحده يقول لك الحد الحد فكر، هذا المفكر الملحد. لا، الحد مرض، الحد مرض مش فكر. لأن ليه؟ لأنه ترك العقل دون انضباط، فلازم العقل يعقل بالشرع وبالاجتهاد. الاجتهاد في حدود من شرع الله، في ثوابت لا حوار عندها، وفي حتى قال يعني ان الله حد حدودا فلا تعتدوا، وامر اوامر فلا تضيعوا، ونهى عن نواهي فلا تقتربوا، ثم سكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان، وفي رواية غير نسيان، فلا تسألوا عنها. في امور مسكوت، يقول لك المسكوت عنه، امر المسكوت عنه ده ما تدخلش نفسك فيه، خليك انت بس في ايه، في ظواهر الامور اعملها. ومن عمل بما علم، ودي القضية الخطيرة في العقل، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. لكن فضلتك بيبقى أيوما يعني أكثر تأثيرا في الإنسان، عقله ولا عاطفته يعني أو قلبه؟ الإنسان أصلا هو قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، تمام؟ الفرق بين الإنسان وإنسان إيه؟ أن كلما حافظ على هذه النفخة القدسية وكلما خف الإهاب التراب المعتم ارتقى، تمام؟ فعاطفة القلبية الجياشة منضبطة بالعقل مع شرع الله يرتقي يرتقي. يعني الشعر العربي يقول ايه؟ يقول: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يعني ايه اللي يجعل واحد زي عثمان يدخل عليه انس وقد وقعت عينه على كعب امرأة، ادخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ قال: عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ قال: كلا، انما هي فراسة المؤمن. فبهذا المنطق هذه الفراسة. الاعراب لما الرسول اعطاه من الغنائم قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال: طب على ما بايعتني؟ هو فكر انه كده الرسول بيعطيه اجر، قال: الان ما بايع، لم ابايع على هذا. طب على ما بايعت؟ شوف الثقة بتاع الرجل. قال: بايعتك على ان ادخل القتال محتسبا لله، فيأتيني سهم غرب، سهم طايش يعني، فيقع ها هنا فارزق الشهادة. في المعركة اللي بعدها جاء السهم في المكان الذي وضع عليه الرجل اصبعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. ده ايه؟ عاطفة الجياشة انضبطت مع عقله المنضبط. لكن ايهما اكثر تأثيرا؟ العاطفة ان لم تنضبط وفق الشرع نجد ان الهوى يصير الها لصاحبه، ودي تبقى مصيبة. ازاي؟ يعني هوى مثلا ابو جهل وصل به الامر قبل غزوة بدر، رفع يديه للسماء ابو جهل: اللهم اهلك اقطعنا للرحم. ما هو طرف والرسول طرف، فيقول: يا رب اهلك اقطعنا الرحم، واهلك من ليس بارا بقومه. فدعا على نفسه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا. فهو الهوى بتاعه اخذه على كده. طب يا محمد شق لنا القمر نصفين. طب واذا شققته؟ قال: نؤمن، اللهم شق لهم القمر. قال الصحابة: فرأينا نصف القمر على جبل أبي قبيس والنصف الآخر على جبل المقابل. قالوا: سحرنا محمد. هو مش العقل هنا ايه؟ اختفى. وعاطفة الهوى اللي هو ميال الى الانكار، ما هو يقول لك: هو انت اسمك ايه؟ ولا انا اسمي عمر. طب ليه مش عمار؟ طب يا عم زي بعض، يريحك عمار. لا، طب ليه مش حسن؟ لا خلاص، طب ده هنتنقص ازاي؟ ما تنقص. فالهوى لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يكمل ايمان احدكم حتى يكون هواه
تبعا لما جئت به. ولذلك انت لما تراجع عمرو في تاريخ الاسلامي تتألم. المهدي ابو هارون الرشيد كان تصادق مع شارلمان، وده كان يعتبر زعيم النصرانية في الغرب. نعم. هو مثلا زعيم روما ولا شبه ده. ليه؟ وجاء هارون الرشيد من بعده وذهب لزيارة الملكة إيريني، وكانت بتعطي للخلافة الإسلامية العباسية جزية كل سنة. تكتشف ليه بيعملوا كده؟ ليه المهدي عمل هذا؟ أنت رجل تدعي أنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباسيين يعني هم منسبين يعني. نعم. طبعًا. عشان يحاصر الدولة الأموية في الأندلس. يبقى ده هوى ولا عقل؟ هذا هوى. انت بتوقف المد الاسلامي سواء عن ما هو يعني هو لازم يكون تحت ايدك انت. طب ما هو ماله لما يكون فلان يرفع رايه خير وفلان ما يعني ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. فليه تعمل كده؟ لماذا؟ الهوى الذي يقوده. سبحان الله. يجي مثلا بنو اميه ثبتوا حكمهم عن طريق اثنين مجرمين، الحجاج وزياد. طب لماذا؟ جمعوا له الحجاج قتل 110,000 صبرا يعني ينشن عليك زي ما يكون بينشن على عصافير. الا والامه تتركه لا عقل ولا هوى. لماذا؟ ابو مسلم الخراساني هو الذي وطد حكم العباسيين. وانا اتمنى طبعا ان وزارات التربيه والتعليم تدرس لاولادنا تاريخا صحيحا ببعد ثالث. يعني مش يديله التاريخ سرد ما يدروش وماش يروح يقول له لا عمرو بن العاص صنع. لا، ما اعطلوش التاريخ سرد كده، اعطلوا التاريخ من طريقة نقدية دون هوى. اما تجيب لي الهوى تضيع المسألة. فانا استطيع ان اقول ان عاطفة الانسان اقوى من عقله اذا كان هذا الانسان هواه ليس وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عقله هو الذي يضبط الهوى وفق المنهج. لكن هل تتحد العقول في امور وتختلف في امور اخرى؟ شوف، الناس ملكات. الناس ملكات. ورب العباد سبحانه وتعالى يعني عمر الله يرضى عليه لما كان يجد واحد لا يستطيع ان يبين كلامه، يعني فكره محدود، يعني عقله على جده كده متاخر يعني كده، فكان يبتسم عمر يقول الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. اللي خلق العبقري اللي هو عمرو بن العاص ده وهذا الرجل البسيط ده رب واحد. العقول تختلف، بس في نقطة، انت في اخر المطاف لازم يتساوى الناس في عطاء الله. يعني ايه؟ واحد ربنا اعطاه علم. نعم. لا يعطيه مال. والتاني اخذ مال لا يعطى علما. حتى الشعر الغير متفائل كان يقول ايه؟ والمصائب الدهر كفي. يعني هو الرجل فضلت الازمات عليه يعني. مصائب الدهر كفي فان لم تكفي فخفي. ما انا ان ترحمينا من مثل هذا التشفي. ثور ينال الثريا وعالم متخفي. فلا علومي تكفي ولا صناعة تكفي. ذهبت اطلب بختي فقيل بختي توفي. ده واحد يائس من الحياة وشعر ان الحظ يعانده او يناكده. فانا ارى والله اعلم ان المسلم الصادق سبحان الله العظيم هو انسان يشعر ان الله عندما وزع العقول والارزاق والاجال ويتساوى الجميع، هذا نقص من ناحية التعقل يزيد من ناحية المال، هذا زاد من ناحية المال ينقص من ناحية الصحة، هذا زاد من ناحية الصحة، يعني في الاخر كل لا يريد الا ان يأخذ ما كتبه الله عليه. بمعنى احنا لو صورنا كما قلنا الابتلاءات اشياء ماديه واوقفنا الناس صفا واحدا اصحاب البلاء وقلنا لكل واحد تعال لتاخذ اقل مصيبه، فلن ياخذ واحد منا الا مصيبته، لانه يرى ان دي المصيبه بتاعته هي هذه المصيبه. ولذلك لما العقول اختلفت ودخلوا الناس في غمار السياسه، والناس الان تختلف، هل في سياسه في الدين وفي دين في السياسه؟ هل نفصل الدين عن السياسه ولا نفصل؟ نقول له لا، الدين كله سياسة، لكن السياسة لا دين لها. ودي مسائل يجب ان تكون واضحة لنا. يعني السياسة
كلها الدين كله سياسه سبحان الله. الدين مليء بالسياسه، من الرسول كان يسوس العالم ازاي والخلفاء من بعده، فالدين كله سياسه. لكن السياسه نفسها لا دين لها، بدليل ان احنا كعرب فشلنا في السياسه، قتل 3 من الخلفاء الراشدين من الاربعه ولم يعني ولم نتغير، وطردنا من الاندلس وضاعت فلسطين وتفتتت العراق وجاء الحاكم المستبد في سوريا ليصنع فيها. فاحنا يبدو فاشلين الى ان احنا لا نريد ان نراجع حساباتنا وفق عقل منضبط وعاطفه جياشه وفق دين واضح. نعم نعم. اذا علاقه العقل بالعباده فضلتك؟ طبعا الناس تظن ان ما فيش علاقه بين العقل والعباده، يقول لك يا اخي انا اروح احج اواقف اصلي، الحركات دي يقول لك مش فاهمها، يعني تكبيرة الاحرام. هو يعرفوها ازاي في كتب الفقه؟ يقول يحرم بعدها ما كان قبلها، يعني قبل تكبيرة الاحرام انا اكل اشرب اتكلم مع عمر واروح واجي، لكن بعد تكبيرة الاحرام لا يجوز هذا. لكن هي القضيه ايه؟ انا ارفع، شوف القضيه العقليه، ارفع العالم كله الى راسي لكي اضع في راسي هذا العالم كله وانا اصلي، فانا اصلي لخالق هذا العالم. الله اكبر. وبعدين في سر اخر، الشيء المحترم ارفعه على باطن كفي، والشيء الذي لا قيمه له اشيح به بظهر كفي. فكاني ارفع الدنيا التي تشغلني عن الله على ظهر كفي والقيها خلف ظهري كذا. الله اكبر. يعني الدنيا دي يا دنيا اترفعك عشان ترجع لورا، سبحان الله العظيم، عشان انا ايه اقول الله اكبر. فقضيه العباده فيها عقلنه ايه؟ الانا تصير نحن، ما فيش عباده فرديه. يعني ازاي؟ يعني انت بتصلي منفردا تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. ها ماذا تقول بعدها؟ ربنا ولك الحمد. ولا تقول ربي ولك الحمد، ربنا ولك ربنا الحمد. انت بتصلي وحدك. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. انا صح، يبقى انا بصلي وحده ربنا ولك. انا مش بس الحمد لله، لا احنا كلنا الفاتحه. انا اصلي منفردا مش اياك اعبد. نعم. واياك استعين. امال ايه؟ اياك نعبد. نعم. كلنا اياك نستعين كلنا. انا اصلي منفردا اقول السلام عليكم ورحمه الله، على من؟ قال الملائكه والصالح المؤمنين. فقضيه يعني قضيه الجماعه دي في الاسلام والتجمع ونبذ الانانيه فالتعقل في العباده في قضيه وجود العباده في حاله التوسط. يعني الوسطيه في تبوك رفع النبي صلى الله عليه وسلم الكوب الماء وقدح الماء وشرب في ظهر رمضان، تمام، امام الناس. لا. لانه رايح يحارب. في بعض الناس تحلقوا باب الحلقه، فمشي شويه عده كيلو مترات فوجد ناس نايمين شده الحركه في الصيف وناس بتظللهم. قال من هؤلاء؟ قالوا صائمون يا رسول الله، ناس رايحين يحاربوا بس صائمين. شوف ماذا قال، مش جزاهم الله خيرا ما شاء الله عليهم، قال هم العصاه هم العصاه هم العصاة. ده ما عندوش فقه اولويات، ما عندوش فقه اولويات. يبقى لا بد ان العقل مرتبط بالعباده، لا افراط ولا تفريط. لكن في عمل الخيرات انا ماليش سقف، افتح السقف براحتك، لكن لا تعطل بالعباده او العباده لا تعطل امرا من امور دولاب الحياه، لان دولاب الحياه اصلا جزء من العباده. يعني الطالب مثلا مش اقول له إيه، انت عندك امتحان خلاص ما فيش داعي لقيام الليل، لا روح قيامك الليل مراجعه الدرس. الطبيب يجي في رمضان يقول صبرك بالله، انت خلص صلاه العشاء وروح افتح العياده، في ناس هتحتاجك، في ناس عايزه ايه تكشف، عايزه سبحان الله ناس عندها ازمات صحيه. يبقى فرضيه توقيع الكشف على المريض اقوى من نفلك الذي تصلي خلف الامام. اذا يقول لك يا اخي انا محروم في رمضان كطبيب او اعلامي او اقول له والله ما انت العمل اللي انت بتعمله ده فرض، والنفل الذي تصليه خلف الشيخ اقل يعني فرضيه واقل. فانت لابد من النظر الى الاولويات. فالتعقل في العباده او وجود العقل او عقلنه العباده بهذا المنطق، لان كده اسير وفق المنهج. لكن الامر مش كل واحد على هواه. ليه يا ابا بكر لما تخفض صوتك في الصلاه؟
فبتقوم تصلي بتخفض صوتك خالص. قال اسمعت من ناجيت يا رسول الله، اللي بنجيه سمعني. طب يا عمر انت ليه بترفع صوتك في الصلاة؟ قال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. هل سكت الرسول على هذا؟ قال يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. ابن القيم يعلق تعليق لطيف يقول ايه، اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما الى مراد الله ورسوله. يبقى العبادة وفق ايه؟ وفق قانون. هذا هو وجود العقل، بس العقل المنضبط بشرع الله. الموضوع كده مش يعني بص على المسلمين كده، واحد عامل لك كده والثاني عامل كده، ثاني حاطط ايديه كده مظبوط صحيح. واحد في الركوع، هو من الواجب الركوع اكون مستويا. طب مين صح ومين غلط؟ برضو ما دي برضو يعني نقاط اختلاف على فكره. لا يعني اولا ده هذا خطا، ده مقمحون، فهو مقمحون يعني مغلول ما ينفعش. وانما ثبت ان الانسان يضع تحت صدره قليلا او نحو قلبه قليلا او فوق سرته قليلا. وفيه كان الامام مالك رضي الله عنه عذب حتى خلع كتفه، كتفه من شده التعذيب لانه كان يقول الحق، فمن شده التعذيب فكان لا يستطيع ان يضم يديه. ظن اتباعه ان اسبال اليدين ده هو ده مذهب مالك، ولكن كان ايده مخلوعه اصلا. وطبعا سبحان الله الشيعة عندهم هذا قضية الإسبال دي مهمة جدا، لازم يسبلوا دي. لكن تيجي في الركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع لو وضعت إناء من ماء لاستقر. يبقى ركوعه كم درجة؟ 90 درجة. تمام؟ اتفرج على الناس ركع ازاي؟ واحد دماغه لفوق، واحد دماغه لتحت، ما ينفع. ليه؟ قال لأن العلماء زمان كانوا يعلموني يقول لك اللي بيركع ركوع صحيح طوال عمره لو وصل 70-80 سنة يستطيع، ولا ما اعرفش المشاهدين يقدروا يعملوا الحركة اللي يختبروا بها نفسهم. لو استطاع ان يضع يديه في وضع الركوع، يعني يعمل زي الركوع بالضبط، ويضع يديه امام قدميه دون ان يؤلمه ظهره، يبدأ انه كان بيركع صح 30-40 سنة. لكن اول ما يؤلمه ظهره، هو طبعا 99.9% او 4 تسعات يعني زي نتيجة الانتخابات الفاشلة السابقة، كله مش يقدر يعمل الحركة دي. لا يستطيع. ليه؟ لان ركوعنا غلط، لانه من رجل يعني بيديه على ركبتيه ويشد ذراعيه ويشد ساقيه ويوسع بين قدميه، هينضبط تماما تماما. هو ده الركوع، ورأسه لا للفوق ولا للتحت، لان ده شرع، لان كل واحد يعمل نسخة. هنجي بعد كده احفادنا يصلوا بطريقة تانية خالص. اذا حدود فهم العقل للنصوص ايه فضلتك؟ شوف هو في الاجتهاد مع نص الاول. اجتهاده مع نص. سيدنا عمر لما قبل الحجر ماذا قال؟ لولا اني رايت رسول الله انك حجر لا تنفع نعم ولا تضر نعم، ولولا اني رايت رسول الله ما قبلتك. يبقى اذا هو بيعمل ايه؟ نعم بيعمل شيء يعني راى ان النبي عمل، لكن هو لما دخل الموضوع دخل عقله، هو كعقل منفرد مش هيعمل، لانه عمل ايه؟ اتباعا لسنته الرسول صلى الله عليه وسلم. دي نقطه. فانا تدخل العقل في النص في قضية الاجتهاد يكون عندي أدوات الاجتهاد، يعني عشان أنا أجي عند النص لازم يكون عندي أدوات الاجتهاد. مثال بسيط، واحد عايز ياخد حكم معين من القرآن، لو وقفت أنت عند الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، خلاص لو وقفت عند الآية بس ولم تأخذ بقية الآيات التي عن الخمر، تفسيرها إيه بالعقل؟ أنا بعد الصلاة أشرب خمر، صح ولا لا؟ نعم. هي تفسيرها كده؟ أيوة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لكن لما تيجي في حكم الخمر، خذ كل الآيات التي تتحدث عن الخمر، وانظر إلى التدرج في التشريع. في مكة في سورة النحل، هو من ثمرات النخيل والأعناب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا ورزقا حسنا. ففي الرزق وصفوا بالإيه؟ بالحسن. لكن في السكر لم يصف الحسن، فده لمحة من بعيد ان السكر ايه؟ مش حسن. اول لمحة. بعدين جه في الصحابي اللي صلى بالناس وكان سكران واخطأ في الايات، فنزلت الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصحابة مشغولين طول اليوم بالصلاة والعبادة، فمش حد فاضي ده. وبعدين ان الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع للناس، واثمهما اكبر من نفعهما. برضو ده مش تحريم واضح، بس ايه بدا ايه
تتضح الصورة احنا اخترابنا من الحرامة. الاثم اكثر من الايه؟ من النفع. لما قال اجتنبوه قال انس اراق الصحابة دنان خمورهم في المدينة فظلت المدينة برائحة الخمور جمعة كاملة كأنما اصابها سيل من خمر. كمل سنة. شوفوا في سنة 1931 سنة الكساد العالمي الكونغرس الامريكي طلع قرار بمنع الخمور في امريكا حتى سموه عامل جفاف سخرية الامريكان من القانون يعني لانه انجفت حلوقهم من قلة الخمر يعني. في هذا العام خسرت امريكا ملايين الملايين من عصبية اللي كان مدمن خمر واتمنعت الخمور فوقف عضو الكونغرس يقول انفقت امريكا كذا وكذا على اصدار قانونا لتحريم الخمر ولكن محمدا قال لاتباعه اجتنبوه فاراق المسلمون خمورهم في شهر. ليه؟ لان عاطفته مع عقله انضبطت مع شرع الله فاول ما قال اجتنبوه خلاص هو ده كلام ربنا الكلام ده من عند من؟ من عند الله فانضبط. فالعقل لما يدخل ناحيه النص لازم يكون عنده ادوات الاجتهاد. يعني ايه ادوات الاجتهاد؟ لما الصحابي بس حتى هذا الموضوع حصل اختلاف عليه وسمعنا مؤخرا لما دكتور سعد الهلالي طرح يعني ان ابو حنيفه الامام ابو حنيفه اقر يعني ان البيره مش حرام وان الخمر ما هو ما جاء من التمر وما جاء من مشتقات التمر فقط وليس من مشتقات الاخرى والبيره مثلا ليست من مشتقات التمر فليست حرام واظن عمل ده جدل هل ده برضو لم يوجد فيه يعني فهم للعقل من قبل ابو حنيفه في فهم النص؟ لا اولا ابو حنيفه لم يبح مسكرا لان انما كل مسكر خمر وكل خمر حرام والرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ومفتر يعني دي قوانين تنطبع بقى على عصير القصب لما يتخمر على الاكل معزك الله يحمد ويبقى فيها حامض وكلام من ده يعني في يعني يروح المعمل بتاع الميكروبولوجي واذا ثبت في المعمل ان ده في نسبه ولو يعني فاصله 10 أصفار 1 من كحول او من خمر يصير حرام. حرام دي ما فيهاش نقاش. فقضيه ما يعني حتى اللي بيقيس يقول لك ما اسكر كثير فقليل حرام ما قليل فكثير حرام دي قاعده نعم ولكن اي شيء فيه مسكر فيه مخدر هذا يصير حراما. ليه؟ القاعده الاصليه ان الرسول جاء ليحد لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فكل مسكر خمر ما نجعل المسميات يطلع من تمر يطلع من عنب من اي سبحان الله. لان الرجل لما دخل لابو حنيفه وقال له هل الماء حرام؟ قال له لا. قال له هل العنب حرام؟ قال له لا. قال اذا خلطنا العنب بالماء قلتم حرام؟ فقال ابو حنيفه اذا صببت عليك انا كاس الماء هذا كده يضرك يعني يتعور يعني يجرحك يعني؟ قال لا. قال له شويه تراب من الارض كده ورميتهم عليك يجرح جسدك؟ قال له ابدا. قال له لو خلطت انا التراب ده بالماء وسبته يجف شويه وخبطتك في وجهك يعني يبقى مساله ما تكون بعد. نعم. ما تكون. فانا عايز اقول نقطه لما الرجل سال عمر الله يرضى عليه قرا عمر على المنبر وفاكهه وابا الاعرابي سال قال ما الاب يا امير المؤمنين؟ قال هذا في القران يعني انا لا ارقى عمر عز وجل انا عقلي واجتهادي لا يرقى الى ان يفسر في القران. فقال رجل جالس يا امير المؤمنين الاب ما تاكله الانعام. قال من اين جئت بهذا الكلام؟ ايه النص ايه التوضيح يعني؟ قال اقرا بعدها وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. الفاكهه لنا والاب لانعامنا سبحان الله. فتتضح الصوره بهذا المنطق. زي قضية ايه؟ زي قضية النجم. اول ما تيجي تسجد نجم هنبص لفوق صح ولا لا؟ لكن النجوم ثلاثة. النجوم في القرآن ثلاثة. في نجوم السماء وفي نجوم الارض وفي نجوم القرآن. في نجوم الارض؟ اه. ايه نجوم الارض؟ ما هو ده قرار؟ اه. مش ده اهل الفن واهل بتاع واهل الكورة. لا ناخد بالي اكيد. الله يرضى عليك يا رب. نجوم السماء معروفة. التي تضيء وهي تمنع وصول الشياطين الى السماء. فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. نعم. خلاص. وهم الجن عرفوا ازاي ان الرسول بعث. اول ما لقى الشهاب نزل على الله ده في اذانا ان احنا الحكايه خلاص انتهت. دوله الجن انتهت. دي نجوم السماء. نجوم القران اللي هم الانبياء هم الذين يمنعون
وصول الشياطين الى الارض. اما نجوم الارض اللي هي النباتات التي لا ساق لها، يقول ربنا في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان. الشمس ده عبارة عن ايه؟ نجم. ملتهب. والقمر عبارة عن ايه؟ كوكب. بارد. طيب الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. اللي مش فاهم في اللغة ولا الله، هو القرآن بيكرر نفسه. صحيح. ما القمر نجم؟ لا، النجم هو النبات الذي لا ساق له، النبات اللي على الارض، والشجر اللي له ساق، يعني القمح ده شجر، الذرة شجر، القطن شجر، اما دررات البطاطس والبطاطا والنباتات اللي هي فيها على مستوى الارض ملهاش ايه؟ ملهاش ساق، دي اسمها ايه؟ نجم. فالنجم ده مش النجم اللي فوق. فهذه النجوم، فاذا ادرك الانسان لكلمات القرآن لغويا ثم عرف بعد ذلك يعني انزال هذا الـ او النص وانزاله على الواقع، هنا انضبطت الصورة وصار عنده آليات الاجتهاد التي يستطيع ان يجتهد بها. فساعتها يقول ان اعمل العقل في النص ولا لا اعمل. فضلتك الحقيقه، وانا بشكر يعني جميع المشاهدين الكرام، لو فضلتك شفت على الفيسبوك قدامنا يعني الاف الرسائل، شكرا جزيلا لحضراتكم، ويعني الحقيقه يعني شكرا، احنا نتمنى نقرا كل هذه الرسائل لكن طبعا وقتنا، لكن اسمح لي يعني بعضها يعني فضل. تحيه تقدير واحترام قدام حضرتك، لو حضرتك عشاش قدام حضرتك هذه كلها رسائل يعني الحقيقه كلها بترحب بحضرتك، وفيها رسائل حب، وفيها يعني وانا هناك نور الشمس يدعو لحضرتك وحمد عناني وشاكر ومحمود عبد رب النبي يعني سعيد، عايز يعرف ميعاد برنامجنا في رمضان امتى، هنقول لك ان شاء الله. استاذ محمود وطارق شفيق شكرا على رسالتك يعني يا استاذ طارق، والاستاذ بسيوني حلمي سعيد ولك الله يبارك فيك، دكتور عمر واحمد ابو ميره يعني سعيد بالبرنامج، والاستاذ امون المصري عايز الدين لان السياسه خلاص خلصت على الناس. إرارة بتسال السؤال لحضرتك عن فضل شهر شعبان وليله النصف من شعبان، احنا ان شاء الله هنعمل يعني حلقاتنا القادمه هتكون فيها جزء، لكن مفيش يعني حضرتك لو برضو نقولها نرد عليه. هو اولا يكفي ان شعبان هو يعني منصه الانطلاق اذا جاز التعبير الى سماوات رمضان. نعم. يعني اذا جاز التعبير بهذا المنطق ان شعبان ده هو منصة انطلاق المسلم الى سماوات رمضان. فهذا الشهر الكريم يعني الله سبحانه وتعالى يعني اولا الرسول كان امنيته ان يصرف وجهه عن قبلة يهود، ووصل 17 شهرا الى قبلة المسجد الاقصى، ورب العباد سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والعجيب في هذه الصفحة ولي وجهك شطر المسجد الحرام ذكرت 5 مرات، يعني وهذا من إعجاز القرآن، ذكرت ولي وجهك شطر المسجد 5 مرات دليل على الصلوات الخمس التي أمرنا بها. فضل شهر شعبان فضل كبير لأنه استعداد وإرهاصات بين يدي رمضان، حيث يعني يفتح الله سبحانه وتعالى الجنان ويصفد الشياطين. فهنيئا للمسلمين ايامهم كلها اذا اطاعوا رب العباد سبحانه وتعالى، ولعلنا ان نزيد الامر توضيحا ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع القادم استاذ عبده بيسال حضرتك ماذا تقول انت للنظام وللمعارضه المصريه الذين سوف يعني يخرجون، من يؤيد النظام ومن يخرج للمعارضه يوم 30 يونيو، والبعض يخشى من يعني وقوع صدمات بين الفريقين، والبعض يخشى من الدماء تسيل والدم في الآخر دم مصر. أنا إن شاء الله أهيب بالجميع أن مصر أمانة في أيدينا جميعا، ولا حرج على أي إنسان يعارض بسلم وبعدم إيذاء للآخر. وأقول للنظام هذا قدرك دكتور محمد مرسي وهيئته الاستشارية، هذا قدر هؤلاء الذين انتخب يعني ولاهم الشعب هذه أن يكونوا في سدة الحكم عليه، وأنا يعني نغبطه على صبره الطويل وليس صبره وجميل، وعد الجميل إلى أنه طويل. فأقول للجميع يجب أن يستوعب بعضنا بعضا، وإذا كانت المظاهرات أو هذه الاحتجاجات سوف تؤدي إلى تعطيل دولاب الحياة، تعطيل العمل، إيذاء الآخرين، جرح مصري ولو يعني جرح 2 ملم، هذا يعني نرفضه تماما،
نحن نريد أننا جميعا لا يتهم بعضنا بعضا ولا يقصي بعضنا بعضا ولا يدعي بعضنا أنه شريف والآخر غير شريف، أن هذا وطني والآخر غير وطني. لا، نحن كلنا أمناء على هذه البلد، أمناء على يعني أو نريد أن نفعل ما قامت ثورة 25 يناير من أجله، ويعني نفعل ما قامت ثورة 25 يناير من أجله، ويعني لا داعي لأن نحتكم لقوة أو قانون الغاب أو قانون الغلبة أو قانون اليد أو قانون البطش. نحن نريد أن نحتكم إلى قانون العقل، ولعل هذه الحلقة نتكلم فيها عن قيمة العقل، وأن الذي يضر مصر في 30 يونيو أو قبل أو بعد هو إنسان يكره مصر، لا نستطيع أن نقول عنه أنه وطني، لأنه يعني هذا الاحتجاج لمصلحة مصر، وليكن الاحتجاج بأسلوب ما العالم كله بيحتاج. نعم. المشكلة. نعم. ولا نحجر. نعم. لا نحجر. طب أي فريق من فريقين يعني ينوي العنف تقول له يا حضرتك سواء هذا أو ذاك؟ لا أقول له ليس من طبيعة المصريين، احنا أول مرة نرى دماء المصريين على أيدي المصريين حقيقة. والكارثة يا دكتور عمرو أن إحنا كنا نتهم على مدار السنين الحكم بأنه فاسد، أو أنه نتهم بالتقصير أو بالظلم. يبدو أننا كشعوب أيضا شعوب ظلمة، يظلم بعضنا بعضا حقيقة. يعني اكتشفنا أن أيضا الشعوب تشارك في هذا الفساد حقيقة. يعني أرى والله أعلم أن أي إنسان يفكر أو يخطط للتعدي وللعنف ولإثارة الخوف عند الناس، أنا لا أريد أن يخاف الناس، لا نريد يوم 30 يوم أن يجلسوا بيوتكم لا تتحركون، الله الناس من خوف، الخوف في خوف أبدا. الشعب المصري شعب طيب يا مؤمن. الحكم وصل لعمر مكرم، ولكن العالم الجليل أبى أن يجلس على سدة الحكم وخليس لعالم أن يجلس، وجابوا محمد علي الراجل الألباني التركي اللي كان الخليفة لما يحب العثماني لما يحب يخوف قرية من القرى لا تدفع الضرائب كان يبعث لها محمد علي. فلما محمد علي جه الراجل قعد وسبحان الله وصير نفسه حاكم على مصر، وجاء أولاده وده وبقى إيش الخديوي وإيش الملك، وسبحان الله شعب هو أنت مفكر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دي آية نص في كتاب الله، انا ارى لها زاوية اخرى غير مع التفاسير كلها التي قيلت. سيدنا يوسف قال ايه لاخواته؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امين. من ضمن ما اراه انا ولعل اجتهادي يعني يقبل او يرفض، ان اي حد يحب يعني مصر ده شعب امن يعني ما فيش مشكلة خالص، بس انت ايه خش له من ايه من مفتاح الابتسامة الطيبة والكلمة الطيبة تكسب قلوب الشعب المصري يا مؤمن. خليك انت خلي اي احد من المشاهدين زوجته عامله له مشكله في البيت لا حل لها، يخوتها تاني يوم بس يجيب لها ربنا يفتح عليه بخاتم كده ذهب. سؤال محمود شاب بمناسبه الزوجه نسيتك قلت بيقول من اسوان على فكره. أيوة. محمود بيقول لحضرتك هل ضرب الزوج لزوجته عند الخطا حرام ام حلال؟ لا اصل الضرب ده يعني ده اخر الدواء الكي، ليه يصل الامر الى الضرب؟ يعني انا ارى والله اعلم ان يتبع كل السبل التي امر بها رب العباد عز وجل، ولا داعي لضرب الزوجة، لأن الرسول كان يكره الناس الذين يضربون زوجة، قال لقد طاف ببيوت نساء النبي أو بيوت النبي رجال كثيرون نساء كثيرات يشتكين من ضرب الأزواج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم شرار القوم، الرسول ما كانش يحبها. فالسيد بيسأل هل يعني يفضل إخراج زكاة المال في شهر شعبان أم شهر رمضان؟ والله هو عليه أن يثبت شهرا هجريا في السنة، وإذا كان يرى أن هناك من هم في حاجة في مصر من المعوزين يجوز له أن يخرج سنة وسنتين وثلاثة مقدم. نعم. يعني طالما ربنا موسع عليه. يعني لكن يعني يثبت، المهم إيه أنا ما يهمنيش شعبان أو رمضان، إنهم يثبت عشان إذا خرج الزكاة في شعبان يبقى إن شاء الله السنة القادمة كنا من أهل الدنيا يخرجها في شعبان. حوالين الحول. بس يثبت شهر هجري. واحد في ناس بتخرج في ذي الحجة، في ناس في رمضان بتفضل تخرج زكاة المال في رمضان، هو ظن منهم أن الزكاة الثواب مضاعف. ظن يعني هذا رأي بعض الفقهاء، لكن أنا أرى أن الزكاة فرض هتخرج يعني في عندما يحول الحول وتبلغ النصاب، وبإذن الله رب العالمين يعني أنا أرى وأشجع كل الأثرياء والأغنياء والذين عندهم ثروات أن لا ينسوا إخوانهم الفقراء، وأرى أن توضع الأمور في نصابها. اما موضوع مواد الرحمن دي يعني
انا ارى انها لا تجوز من زكاة المال وانما هذه صدقات. يعني اذا موائد الرحمن، لان موائد الرحمن لا تحسب من داخل زكاة المال، مش من داخل. لا ليه؟ ليه؟ انا ولو انت ماشيين في سيارة وجات صلاة المغرب ودخلنا نصلي في مكان ووضعوا طعام من موائد الرحمن، هذه هل يجوز لي ولك ان ناخذ من زكاة المال؟ عندنا ما يكفينا بفضل الله. نعم. ما تجوز علينا الزكاة، صح؟ يبقى الزكاة لا يأكل منها غني. الزكاة لها ثمن مصارف معروفة في سورة التوبة، لا تنطبق على من دخله يكفيه. فأرى أن دي مش صورة من هذه من الصدقات الطيبة الجارية. بس أنا أرى أن يريد أصحاب المواد الرحمن يعملوا إزاي، يجهزوا الطعام ويوصلوه إلى البيوت وهم في بيوتهم. أفضل 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 أنا أفضل. ليه؟ أفضل. أخشى أن يدخل فيها رياء أو سمعة. نعم. كان الصالحون إذا يعني بات طول الليل يصلي ويبكي، فيبقى باين عليه أثر الإنفلونزا، فيذهب إلى صلاة الفجر وإيه يمسك أنفه وهكذا بمنديل يقول قاتل الله البرد، كان يعني عنده ومش عايز يقول أنا كنت أقوم الليل يعني. نعم. يعني عايزين بهذا. كان الرجل من الصالحين يخادع زوجته ليلا، ينسل من جنبها من السجن، كما تخادع الأم صبيها كي يصلي لا يشعر به أحد إلا الله رب العالمين. أنا عايزين نعمل إيه يعني الصدقات المخفية إن شاء الله. داعي للمواد الرحمن دي وفلان وبيأكل وبيطعم ألف وبيطعم ألفين، هو شيء طيب، إحنا لا برضو عشان ما لا نثبتهم، لكن أنا أود أن هذا المجهود يضيفوه عليه شوية بس ويروح على البيوت الفقيرة بالليل كده ويطرقوا الباب ويطرقوا الحقيبة فيها هذا الفضل. يعني هذا ما أراه. ربنا ينفع بك يا مولانا، وانا شاكر جدا حضور حضرتك وشاكرين. انا عارف انت مجهد وجاي من السفر، ولا مشكله، بالعكس انا استريح عندما اراك واسعد بالمشاهدين والمشاهدات. ربنا يخليك، وان شاء الله يعني زي ما قلت لحضراتكم في اول الفقره فضلتوا ان شاء الله يعني كمان باذن الله بخلاف ان شاء الله الحلقات القادمه هيكون فيها حديث عن فضل شهر شعبان وليله النصف من شعبان وصيام شعبان وكيف نستعد رمضان ان شاء الله. يعني يعني يطل علينا اطلاله جميله في شهر رمضان في برنامج يوم إن شاء الله اسمه أهل الحكمة إن شاء الله، وإن شاء الله يعني برنامج جميل تسعدوا به إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. مولانا في نهاية الحوار نرجو أن تدعو أن نؤمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اطرد عن شعب مصر وأهلها شياطين الإنس والجن، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمن بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم افتح عليها ولها بركات من السماء والأرض. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تدع لنا في هذه الأيام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا أرحم الراحمين اجعلنا على أتقى قلب واحد منا، ولا تجعل شعب مصر طوائف أو فرقا يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من المتناحرين، واجعلنا من أهل السلم والسلامة وأهل الإيمان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بك مولانا، وشاكرين جدا هذا اللقاء، والله نورت مصر الحمد لله على السلامة، وشاكرين جدا جدا لحضرتك. ربنا ينفع بك دايما. مشكور جدا علينا الجليل دكتور عمر عبد الكافي. بعد الفاصل 30 يونيو اشرفنا فيها الاستاذ دكتور فريد زهران نائب رئيس حزب مصر الديمقراطي، الاستاذ دكتور علاء ابو النصر امين عام حزب البناء والتنمية الزراع السياسي للجماعة الاسلامية. بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية